السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم بحول الله موعدنا سيدتي مع وصفة أو طريقة للملوي سهل بسيط في المتناول، رائع في المنظر وفي المذاق تاعو، مورق كيف تتشوفي معايا، غزال تيشهي، تستقبلي به الضيوف تاعك، تقدميه في الفطور، تقدميه في اللمجة، تقدميه في فطور رمضان، رائع في الشكل تاعو، ناجح 100%. إذا كنتي سيدتي باقي ما انخرطتيش في القناة، فهذه هي الوجبة باش تعملي انخراط وتنضمي إلينا القناة. لهاد الملاوي بحاجتنا بحول الله المقادير التالية. هنا عندي 250 غرام تاع الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات، 125 غرام تاع الفينو أو سومولينا اي سميد ناعم جدا، وهنا عندني كميه من الملح، معلقه صغيره ممسوحه، والماء اللي غادي يجمع لي العجين. وهنا عندي اللي غادي نحتاج باش غنشكل هاد الملاوي. هنا عندي المارغارين من هاد النوع او من اي نوع بغيتي سيداتي موجود عندك، كميه من الزيت، وهنا مخلطه الفينو او السومولينا الرقيقه مع بكيه تاع الخميره الحلوه، واحد الكسرونه. غناخدو نفس الكميه تاع هاد المارغارين مع نفس القياس تاع الزيت، وندوبوهم بجوج باش ما تحرقش لينا المانغاري. بهم غادي نشكلوا هاد الملاوي. فواحد الاناء غادي نخلطوا عناصر العجين اللي هي الطحين الابيض مقدارين، وطحين الفينو مقدار واحد، زيدوا الملحه، جمعوا العجين بالماء. سيداتي يدي راها نقيه، غادي نعجن بيدي. يمكن لك سيداتي ديري العجين في اي روبو عندك، اي ماكينه، او تعجنيها بيدك باش نحصلوا على العجين تاع المسمن اللي كلشي تعرفوا. غادي نعجن العجين وندلكو مزيان، شكل منه كويرات، نهليهم وجههم بالزيت، نديرهم في صينيه مدهونه بالزيت، نغطيهم ببلاستيك غذائي، نخليهم يرتاحوا، ونتلاقاو التشكيل تاع الملاوي. من بعد ما تترتاح شويه العجين، فناخذ كره منه، ترشوا طاولة العمل بالزيت، تندهنوا الكرة بحال هكا من جهتين، تنبداو نطلقوا بها على طاولة العمل بحال هاد الشكل. حتى هنا كلشي تيعرف هاد الطريقة عادية. ندهنوا بخليط الزيت والزبدة بحال الشكل، ورشو بالفينو اللي مخلط بخميرة الحلوة، نيوها في النص، نعاودو رشو شويه شويه تاع خليط الزيت والزبده، و نتنيو بحال هكا بحيث تنحصلو على مثلث. تناخدو هاد الطرف تنخشيو من التحت بحال هكا، تنحصلو بحال هكا، تنجيبو نحطوه يرتاح
نكملوا الاخرين بنفس الطريقه. من بعد ما تنشكلوا العجين بحال هذا الشكل وتنغطيه بطبيعه الحال باش ما ينشفش لينا، تنرجعوا دوك الاولين اللي شكلنا تناخذوهم. هذا هو الشكل القاعدي عنده هنا والقمه عنده هنايا، شكل مثلث. تنحاولوا نقعدوا هكي بحال هكا، ندهنوا يدينا بشويه تاع خليط الزيت والزبده او لعيب الزيت، نشدوها من الراس تاعها، تنبداو ندوروا وحنا تنوركم تاخذ الشكل دائري. تنجي ونحطوها هنا، ناخذ وحده اخرى بحال هذه، ها هي. تنجي هذه القاعده تاعتها لتحت، هي هذه، تنحطوها على طاوله العمل. ندهنوا يدينا بالزيت، نشدوها من الفوق، تندوروا وتنورق، يعني تندخلوا داكشي اللي الفوق تندخلوه فيها لداخل. تنظم الشكل واضح سيداتي، نحطوها ترتاح. القاعدة تاعتها هي هذه، تنحطوها بحال هكدا، تنشدو ندهنو يدينا بالزيت والزبدة، نشدو هادشي الفوقاني، ندورو بحال هكا أي اتجاه بغيتي، تندورو وتنوركو، تندخلو كاع داكشي اللي في يدينا. هزوها ترتاح، نعاودو هذه القاعدة تاعتها هي هذه، تنعاودو نخشيو فيها كاع داكشي اللي لقينا بالجناب بحال هكا، نحطوها على القاعدة، ندهنو يدينا، هادشي اللي شادينو في يدينا تندورو ندخلو فيه لداخل في العجين. طريقة سهلة. فأنا شاركت معك سيداتي عدة أنواع تاع الملاوي، هذه نوع من الانواع اللي حتى هو سهل وبسيط وسريع بحال هكا. نغطيوها بحال هكا، خليوها ترتاح شويه وندوزو نطيبوها. تنبداو الطياب تاعنا كالتالي سيداتي. تناخذو واحد الورق الطبخ، تنقطعوه على حسب القرص اللي بغينا تاع الملاوي تاعنا، ترشوا طاولة العمل بشوية تاع الزيت ورشوا القرص بشوية الزيت بحال الشكل. ناخذوا الملوية تاعتنا اللي تتكون لابار تحت، نحطوها على القرص ونطلقوها فوق القرص تاع ورق الطبخ على حسب القياس اللي احنا بغينا. بهالطريقة تتكوني سيداتي تتسهلي عليك الهزان نتاع الملويه من طاوله العمل للمقله اللي غادي تخدمي فيها. ملي تكون الملويه فوق المقله باش ما نتحرقوش نخدموا واحد جوج معلقات مره مره، تنكملوا شويه بحال هكا باش نساعدوها تفرق الوريقات تاعها. تطيب لينا من الجهتين وحسب الذوق تنهزوها. تناخذوا شويه تاع الزيت، انا تنديرو في بخاخ لانه عملي وما تضيعش لينا الزيت، تنقتصدوه وتتبقى فيه الزيت ما تيخسرش. ترشوا شويه المقله بالزيت، تنهزوا الملويه تاعتنا بالقاغيط تاعتها بحال هكا سهله، وتنجي ونحطوها بحال هكا القاغيط من الفوق، ندوروها هكا شويه، ندوروها هكا شويه باش ما يتكمش من نحيدو القاغيط، تكون شدات شويه راسها. نحطو القاغيط هنا
ونقلبوها للجهه الاخرى بطبيعه الحال بعد ما رشوا شويه تاع الزيت حل. وحنا نقلبوا فيها تنحاولوا نديروا هذه العمليه بحال هكا تنكمشوها باش نساعدوها يتحلوا الوريقات تاعها. نجيبوا وحده اخرى نوجدوها فوق ورق الطبخ تاعنا اللي دايرين هنايا، ترشوا شويه بالزيت ونحطوا عليه الملويه تاعتنا، تسنى نوبته، رشوا هنا شويه الزيت بهذه الطريقه. راه ما تنديروش الزيت بزاف، يعني غير تنديروا شويه وتنستمروا وحنا تنقلبوا مره مره الوظيفه تاعتنا حتى تنحصلوا عليها حسب الذوق تاعنا. وهكذا تنحصلوا سيداتي على هاد النتيجه الرائعه تاعت الملوي، رائع في المنظر تاعو، تيشهي مورق، كله تيجي مورق بهذه الطريقه الحلزونيه اللي عملنا ليه، تيجي غزال بنين وتيشهي. تيمكن لك تخدميه في وجبه الفطور، في وجبه اللمجه، في فطور شهر رمضان، رائع، استقبلي به الضيوف تاعك. وإلا كنتي سيداتي غادي تخبيه، تصاوبيه بكمية كبيرة وتخبيه، فطيبيه غير نص طياب باش منين تبغي تحتاجيه تكملي ليه طياب ويجي بحال عاد صوبتيه. إلا عجبتك سيداتي الفكرة تاعت الملويت اليوم، جربيها وردي عليا في تعليق خاص بالوصفة. بحال ديما تنتسنى التشجيع تاعك للقناة عن طريق البارتاج ووضع تعليقات واللايكات تاعك. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.